نعمل لها اوبتمايزيشن، بنحسب لها ايه سواء مينيمم او ماكسيمم، وبيبقى معانا ليها ايه كونسترينز. وخدنا بقى ليها كذا طريقه، خدنا السيمبلكس، خدنا الاجرانج، خدنا الدواليتي، او حتى لو كانت فاريبل واحد كنا بنحسب الاف دبل داش عادي. المهم كل ده ايه كان قبل الميدتيرم. احنا دلوقتي بقى عايزين نعمل ايه، عندنا سيستم اوف لينير ايكويشنز، يعني ايه عندنا كذا ايكويشن، السيستم من عباره عن ايه كذا ايكويشن، فاحنا اللي عايزين نعمله ان احنا نلاقي حل للسيستم ده، يعني نلاقي حل، يعني نلاقي النقطه اللي بتحقق كل الايكويشنز دي، يعني من الاخر احنا عايزين نحل الايكويشنز مع بعض. فانا عندي الايكويشنز تبقى بالمنظر ده، يبقى عندي ايه الكوفيشنت ايه في اكس زي الكوفيشنت اكس 2 زي الكوفيشنت اكس 3 هيساوي بي اللي هو الرايت هاند سايد. الاي دي عباره عن الكوفيشنتس، الاكس ده عباره عن الفاريبلز، البي ده دي ارقام، يبقى ايه الرايت هاند سايد بتاعي. احنا لما قدامنا السيستم ده احنا عايزين نحطه في فورم، في ماتريكس فورم، اللي هو الفورم ده اسمه هيبقى بالمنظر ده اي اكس ايكوال بي. الاي دوت الماتريكس اللي هيبقى فيها الكوفيشنتس اللي مضروبه في الفاريبلز، اللي هو الكوفيشنتس ايه، لو عندي هنا ايه ادي هو A11 A12 A13 وهكذا A21 A22 A23 و A31 A32 A33 اللي هم ال 9 كوفيشنتس اللي في الثلاثه ايكويشنز اللي فوق. بعد كده عندي الماتريكس بتاعت الفاريبلز هيبقى فيها ايه X1 X2 X3. عندي بعد كده الماتريكس بتاعت الرايت هاند سايد اللي هي الماتريكس بي، سميها ماتريكس بي، هيبقى فيها ادي B1 2 B3 اللي هم الرايت هاند سايد بتوع ايه التلاتة ايكويشنز اللي عندي. هنراجع سريعا على ايه على شويه بروبرتيز بتاعت الماتريسيز قبل ما نبدا ايه قبل ما نبدا نحل الايكويشنز. عندنا في الماتريكس اول حاجه نقول إيه؟ ان الجمع في الماتريكس كوميوتيف، يعني ايه يعني ينفع، يعني كوميوتيف يعني تبادلي، يعني ينفع ابدله، يعني عندي a بلس b بيساوي ايه b بلس a مش هتفرق. طب لو عندي a بلس وادي بي بلس سي بتوين براكتس كده هي مش هتفرق، ان انا عملت بي بلس سي الاول بعد كده جمعتها على اي، او ان انا جمعت اي بلس بي بعد كده ارجع اجمعهم على سي، الجمع في الماتريكس عادي. لكن هنيجي للمالتيبليكيشن، المالتيبليكيشن بقى ايه مش كوميوتيف، يعني عكس الارقام العاديه، يعني الارقام العاديه هي 2 في 3 مثلا بتساوي ايه 3 في 2، لكن في الماتريكس اي بي ما بتساويش بي اي. والترتيب بتاع المالتيبليكيشن بيفرق، بيفرق ازاي؟ انا دلوقتي عندي اهو A في B بلس D، ال A هنا مضروبه الاول، ال A داخله على البراكت بعد كده البراكت B بلس C ده بعديها، فلما اجي افك البراكت ده ال A تفضل الاول، يعني ادي AB ادي ال A الاول زائد AC ال A برضه لازم تفضل الاول، الترتيب في المالتيبليكيشن بيفرق. طب لو العكس انا عندي A بلس B هي اللي هضربها في سي، السي هنا مضروبه ايه في الاخر، فلما تخش على البراكت تفضل في الاخر، تفضل تاني ماتريكس، يعني هاجي ادخلها على البراكت لو اي بلس بي هتبقى اي سي، السي تاني ماتريكس، ودي بي سي السي برضو ايه تاني ماتريكس. دلوقتي عندي ماتريكس عملت لها ترانسبوز، بعد كده رجعت عملت لها ترانسبوز تاني، تفضل هي نفس الماتريكس، يعني ترانسبوز ترانسبوز بيرجع الماتريكس هي هي. لو عندي A بلس B عملت لهم ترانسبوز تبقى هي A، أكني عملت A ترانسبوز لوحدها و B ترانسبوز لوحدها بعد كده رجعت جمعتهم. يعني لو عندي بقى A B هما اتنين ماتريكس مضروبين في بعضهم عملت لهم ترانسبوز، أكني عملت B ترانسبوز الأول بعد كده ضربته إيه في ال A ترانسبوز. يعني في المالتيبليكيشن بنعكس الترتيب في حاله الترانسبوز، يعني اي بي ترانسبوز هي ايه بي ترانسبوز في اي ترانسبوز. طب لو عندي ار اي، الار ده رقم كونستنت، ار في اي ترانسبوز هو كده كده رقم فهطلعه بره الماتريكس مش هيفرق معايا في اي حاجه، هيبقى عندي اكنني عملت ايه الار برضو في الاي ترانسبوز. تمام،
عندي بقى كده ايه اخر حاجتين في البروبلمز بتاعت الماتريكس، دول مهمين جدا. اول حاجه ان انا احسب الترانسبوز بتاع الماتريكس، تاني حاجه ان انا احسب ايه الانفرس بتاع الماتريكس. الترانسبوز ده سهل جدا، هتاخد كل صف تخليه عمود. يعني انا عندي هنا ادي ماتريكسين في 2، ادي اول صف 1 2 خليته عمود هنا اهو 1 2. بعد كده اجي تاني صف اللي هو 3 4 اخليه تاني عمود هنا 3 4، ادي الترانسبوز. طب نشوف مثال تاني على ماتريكس 3 في 3، هناخد برضو كل صف نخليه عمود، ادي اول صف ادي 1 2 3 نخليه اول عمود، بعد كده تاني صف يبقى هو تاني عمود، تالت صف اهو هو ادي تالت عمود. كده يبقى حسبنا الترانسبوز بتاع الماتريكس، الصف بقى عمود خلاص، يبقى هو ده ترانسبوز الماتريكس. اخر حاجه قبل ما نبدا بقى في الطرق الحل اللي احنا عايزين نشوفها في السكشن النهارده، ايه الانفرس بتاع الماتريكس. دلوقتي لو عندي انا عندي ماتريكس عايز احسب لها الانفرس، نبدا مثلا من ماتريكس 2 في 2. ماتريكس 2 في 2 هي سهله جدا، هتيجي على المين دياجونال، عندي فيه 2 اليمنت ايه هم بدلهم، يعني عندي هنا 1 و4 كده اخليهم ايه 4 و1. بعد كده هغير الساينز بتاع الاليمنتس دي، يعني في الاخر انا بعمل حاجه اسمها ايه الساين رول. الساين رول دي برضو يعني هنشوفها بشكل اكبر في الماتريكس 3 في 3، اللي هي المفروض ايه اول اليمنت بسيبه زي ما هو بلس ماينس، والتاني يبقى ماينس بلس. تمام، عشان كده بقول ايه احنا بنغير ايه الاثنين اليمنتس دول بس. فيبقى كده احنا بنبدل الاليمنتس بتوع المين دياجونال، بنغير اشارات الاثنين التانيين، وبنقسم على قيمه الديترمنت بره. قيمه الديترمنت سهله اللي هو هيبقى ايه 1 في 4 ماينس 2 في 3، ويبقى كده ايه ده الانفرس بتاع ماتريكس 2 في 2، وده بسيط جدا. المهم بقى ايه الماتريكس 3 في 3. ماتريكس 3 في 3 انا عشان احسب لها الانفرس بتاعتها هقسم برضو على قيمه الديترمنت، هاجي احسب ماتريكس اسمها ماتريكس اوف كوفاكتورز، بعد كده ارجع ايه اعمل لها ترانسبوز. ايه الماتريكس بتاعت الكوفاكتورز دي؟ هي هتبقى ماتريكس 3 في 3 برضو زيها زي ايه الماتريكس بتاعت، بس هاجي اول اليمنت فيها اللي هو المفروض الاليمنت اللي هيبقى هنا، اقوم جاي في الماتريكس الاصليه شايل الصف اللي الاليمنت ده فيه واشيل العمود ده، هيبقى عندي ايه ماتريكس 2 في 2 اللي هي 5 6 8 9 اللي هي الماتريكس دي. تمام، طب تاني اليمنت هشيل ايه العمود اللي هو فيه والصف اللي هو فيه، يبقى عندي ماتريكس 2 في 2 اللي هي 4 و 6 و 7 و 9، اجي على تالت اليمنت اجي اشيل الصف اللي هو فيه والعمود اللي هو فيه، يبقى عندي برضو ماتريكس 2 في 2 اللي هي 4 و 8 4 و 5 و 7 و 8. نفس الكلام ايه على كل الاليمنتس، فكل الماتريسيز دي هنطلعها ايه نطلع لها قيم ارقام، يبقى عندي دي كده عملت لي الماتريكس دي اللي هي ماينس 3 ماينس 6 ماينس 3 ماينس 6 ماينس 12 ماينس 6 يا ماينس 3 ماينس 6 ماينس 3. خلصنا؟ لا كده ما خلصناش، احنا كده حسبنا اول حاجه ان احنا شلنا صف وعمود وكنا بنجيب الماتريكس 2 في 2 وجبنا قيم للماتريكس. بعد كده بنعمل ايه الساين رول، اللي هي نيجي على اول اليمنت بلس اللي بعده ماينس اللي بعده بلس، وهنا اول اليمنت هنخليته بلس فاللي تحته ماينس اللي بعده بلس، وهكذا يعني كل بلس ورا ماينس كل ماينس ورا بلس، هتبقى بلس ماينس بلس هنا ماينس بلس ماينس، والاخيره بايه بلس ماينس بلس. هنعمل الساين رول دي على الماتريكس دي، تطلع في الاخر الماتريكس المنظر ده، ودي كده ايه دي الماتريكس اوف ماتريكس الكوفاكتورز اللي احنا عايزين نحسبه. بس احنا مش عايزين ماتريكس الكوفاكتورز، احنا عايزين ايه الماتريكس دي بعد ما نحسبها نعمل لها ترانسبوز.
تمام يعني خلاص جبنا الماتريكس بتاعت الكوفاكتور يعني. لو قعدنا شلنا صف وعمود وجبنا قيمة عند كل element بعد كده عملنا sign rule بعد كده هنعمل transpose يعني نيجي على كل صف نخليه عمود كل صف نخليه عمود يبقى عندي في الآخر هي دي الماتريكس اللي أنا عايزها بس ما انساش هقسم إيه على قيمة الديترمينانت برضه يعني الماتريكس الأصلية اللي هي إيه هجيب لها الديترمينانت بتاعها أهو هحسب الديترمينانت وهرجع إيه أقسم عليه وأضربه إيه في الماتريكس اللي إحنا حاسبينها دلوقتي تمام الكلام ده كله ممكن إيه يعني انت ممكن تعمله كتشيك ليك انك تحسبه بالكالكوليتر يعني انت ممكن يعني بلاش تعمله لو الدكتور سمح لكم تعملوه بالكالكوليتر خلاص تمام يعني انتوا اسالوه بس ما سمحش دي طريقه انك تحسب الانفرس ماتريكس انتوا بتعرفوا تحسبوه بالكالكوليتر اصلا يعني حد يرد عليا اه حضرتك بنعرف نحسبها عن طريق الماتريسيز في انفرس تمام خلاص انت ممكن ايه تستخدموها بقى بالكالكوليتر ان هو كتشيك ليك ولو الدكتور سمح من الاول ان انتوا تعملوه بالكالكوليتر خلاص ماشي مش لازم تعمل كل ده بس لو ما سمحش هو دي الستبس اللي لازم تمشي عليه تمام تمام نيجي نخش في موضوع السكشن احنا عايزين ايه معانا الايكويشنز ديت السيستم احنا عايزين ايه نحل بقى السيستم ده نحل الايكويشنز دي عندي طريقتين اول حاجه اسمها الدايركت ميثود ثاني حاجه اسمها ايه الايتريتيف ميثود الدايركت ميثود دي بتطلع الحل الاكزاكت للايكويشنز يعني مثلا هتطلع لي ان اكس 1 مثلا بتساوي 3 اكس 2 بتساوي 7 اكس 3 بتساوي 2 تطلع بالظبط لكن الايتريتيف ميثود دي بفضل اعمل ايتريشنز عشان اطلع رقم يكون قريب من الحل بنسبة ايرور مقبولة يبقى انا عندي نسبة ايرور معينة الرقم اللي هطلعه يكون قريب من الحل بالنسبة دي ما ينفعش ايه اعدي الايرور ده ويعني وده مش هيبقى موضوعنا النهارده النهارده هنتكلم عن ايه على الدايركت ميثود بالدايركت ميثود انا عندي اربع طرق اول حاجة كرامر ثاني حاجة طريقة اسمها الماتريكس انفرس تالت حاجة جاوسيان إليمينيشن رابع حاجة إيه جاوس جوردن النهاردة هنتكلم إيه على أول ثلاث طرق دول اللي هما كرامر والماتريكس والجاوسيان إليمينيشن تمام أول حاجة إيه كرامر دي بتقول إيه بتقول أنا عندي السيستم هنحطه في الفورم اللي هو AX equal B والحل هيبقى ايه هيبقى عندي الاكس اي اللي هو الفاريبل الاولاني مثلا فاريبل اي هيساوي الديترمنت اي على الديترمنت كلام مش مفهوم هنشوفه ايه في مساله دلوقتي ادي دلوقتي انا عندي ايه السيستم هو محطوط هو في فورم اي اكس هو ايكوال بي لو كان ايكويشنز عاديه لازم اول حاجه تخليه ايه في الفورم ده ايه الاي اللي هو الكوفيشنز اكس اللي هو الماتريكس بتاع الفاريبلز وبي اللي هو ايه الماتريكس بتاع الرايت هاند سايد تمام هنيجي دلوقتي الماتريكس ايه اللي هي 2 وماينس 3 وماينس 1 و2 احسب لها الديترمينانت بتاعها اللي هو ايه 2 في 2 ماينس نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 فيطلع في الاخر ايه ب 1 عايز احسب حاجه اسمها دلوقتي ايه اي اكس ايه الاي اكس دي هي الماتريكس ايه بس لما اشيل الكوفيشنز بتاعه الاكس واحط ايه الرايت هاند سايد يعني همسك الماتريكس ايه دلوقتي هشيل الكوفيشنز بتاعه الاكس وهحط ايه مكانها ماتريكس بي يعني انا شلت ال2 والماينس 1 دول واحط ايه 1 و2 فادي بقت 1 و2 اهو ادي اول كولم ودوت ايه ماينس 3 و2 ما اتغيروش
واحسب الديترمنت برضو لايه 1 تايمز 2 ماينس نيجاتيف 3 تايمز 2 اهو طلع في الاخر ايه 8. عايز بعد كده احسب ايه الاي واي. نفس الكلام اللي عملناه في الاي اكس، هناخد الماتريكس A نشيل كوفيشنس الواي اللي هو تاني عمود وهنحط مكانه ايه ماتريكس B. تمام، فالماتريكس A هيبقى اول كولم ما تغيرش اللي هو 2 ماينس 1 اهو زي ما هو، بعد كده تاني كولم بقى ايه 1 و 2 اللي هو ماتريكس B. تمام، عايز احسب بقى الديترمنت بتاع الاي واي، يطلع اللي هو 2 تايمز 2 ماينس 1 تايمز نيجاتيف 1 يطلع ايه 5. طب انا دلوقتي حسبت الثلاثه ماتريكس، حسبت الديترمنت اي وحسبت الديترمنت بتاع اي اكس وحسبت الديترمنت بتاع اي واي. الاكس والواي نفسهم بقى اللي انا عايز احسبهم دول بيساوي ايه؟ هاجي كده انا عايز دلوقتي احسب فاريبل اكس، فياخد ديترمنت اي اكس يتقسم على ديترمنت اي. اي اكس لو كان 8 وديترمنت اي لو كان بواحد فالاكس هتطلع بتساوي ايه 8. نفس الكلام في الواي، ديترمنت اي واي على ديترمنت الاي اللي هو 5 على 1 ويطلع قيمه الواي بتساوي 5. تمام، اه تمام حضرتك. ماشي، نشوف مسألة تانية برضو على كرومر. دلوقتي عندي السيركت ديت وعايز احسب الفولتجز، لا عايز احسب الفولتجز دي عن طريق برضو كرومر. الفرق بقى دلوقتي ان انا معيش الايكويشنز، انا معايا سيركت انا عايز اجيب منها الايكويشنز، فاحنا عايزين نحلها بالنودل عشان نقدر نجيب ايه الفولتات ديت. فهناخد النود ديت هي الجراوند، سميت النود دي كده V1 ودي كده V2 ودي كده ايه سميتها V3، واطبق KCL عند كل نود. فال KCL يعني ايه الكرنس اللي خارجه هتساوي الكرنس اللي داخله على النود، يعني ايه هتبقى 9 زائد V1 minus V2 على 7 زائد V1 minus V3 على 4، كل دول خارجين من النود هيساوي ال 4 امبير اللي ايه داخله للنود هنا. تمام، فادي كده جبنا اول ايكويشن. خلينا بقى بالمنظر ايه رقم في V1 زائد رقم في V2 زائد ايه رقم في V3 عشان نخليها في الفورم اللي احنا متعودين عليه، عشان نخليها في الاخر ايه نحطها في الفورم AX equal B. على كده جيت بسطت شكلها كده بالمنظر ده 11v1 minus 4v2 minus 7v3 equal minus 140. تمام، دي كده اول equation. انا دلوقتي عايز احسب ايه تاني equation اللي هي عند تاني نود اللي هي v2. هنعمل برضو ايه الكرنس اللي داخله هتساوي الكرنس اللي خارج اللي هو هتبقى v2 minus v3 على 5 زائد v2 minus v1 على 7 زائد v2 minus 0 على 3، كل دول خارجين هيساووا 9 امبير بتاعت الكرنت سورس اللي داخل هنا دي. تمام، برضو نفس الكلام هنخليها في نفس الشكل اللي احنا عارفينه، هنبسط شكلها يطلع ايه دي تاني ايكويشن. هنيجي يعني برضو عند ثالث نود نعمل برضو كي سي ال، هيبقى عندك V3 minus V2 على 5 زائد V3 minus V1 على 4 زائد V3 minus 0 على 2 زائد ال 5 equal 0، ان كله هنا ايه كله هنا خارج. فكده ايه بقى عندي ثالث equation خليتها في الاخر بالمنظر ده. بعد كده عندي الثلاثه ايكويشنز اللي هم في المسائل اللي قبل كده كنت هتلاقيهم بيديكوا الايكويشنز دي اصلا،
هنا الفرق انه اداني سيركت وانا بدات بقى اجيب الايكويشن. فكده عندي اهو الثلاثة ايكويشنز 1 و2 و3. بعد ما جبت الثلاثة ايكويشنز اول حاجه اعملها ان انا ايه اخلي الايكويشنز دي في الفورم اللي هو ايه ax equal b. ادي الايكويشنز بتاعتي خليتها ادي الاي ماتريكس ادي الاكس اللي هو الماتريكس بتاعت الفاريبلز وادي البي الماتريكس بتاع الرايت هاند سايد نفس اللي عملنا فيها في المساله اللي فاتت. هاجي على ادي الاي احسب لها الديترمنت بتاعها طلع الرقم ده 9450. بعد كده انا عايز احسب ايه اي في 1 هم جاي على اول كولوم في ايه اللي هو الكولوم اللي فيه الكوفيشنز بتاع في 1. هشيل كوفيشنز في 1 واحط ايه بي اللي هم الرايت هاند سايد اللي هي الماتريكس بتاعت الرايت هاند سايد. هيبقى بالمنظر ده كده. واحسب برضو الديترمنت بتاعي اللي هو اسمه اي في 1 يطلع بالرقم ده في الاخر. تمام. انا دلوقتي عندي ايه عايز احسب اي في 2. هاجي على الكولم اللي فيه الكوفيشنز بتاعت في 2 هشيله واحط برضو ايه الماتريكس بي او الماتريكس بتاعت الرايت هاند سايد اهو. نيجي نحسب الديترمنت اي في 2 يطلع في الاخر اهو 76 230. تمام. عايز احسب في الاخر ايه الاي في 3 نفس الكلام شلت الكولم اللي فيه كوفيشنتس بتاعت في 3 وحطيت الماتريكس بي حسبت الديترمنت طلع بالرقم ده. تمام. دلوقتي بقى معايا ايه معايا الاربعه ديترمنت اي في 1 اي في 2 واي في 3 والديترمنت ايه. كان عايز احسب في 1 هو الفولتج عند النود 1 يبقى اي في 1 ديترمنت اي في 1 على ديترمنت الاي طلع في الاخر ايه ماينس 14. طب عايز احسب في 2 يبقى ديترمنت اي في 2 على ديترمنت الاي طلع 8 فولت. طب عايز احسب في 3 ديترمنت اي في 3 على ديترمنت الاي طلع ماينس 7 فولت. حد عنده اي سؤال لغايه هنا؟ باشمهندس؟ لا تمام حضرتك. ماشي. تاني طريقه عندنا هي طريقه اسمها ايه؟ الماتريكس انفرس ميثود. انا دلوقتي عندي السيستم حطيته في الفورم اللي هو ايه؟ AX equal B. انا هم جاي اعمل ايه؟ هضرب في انفرس الـ A ديت عشان اخلي الاكس دي في سايد لوحدها. فانا هاجي هضرب في الانفرس ماتريكس. ما تنسوش ان ايه ان الملتيبيكيشن في ماتريكس هيفرق فيه الترتيب. وانا هضرب في الانفرس ماتريكس قبل الاي عشان ايه انفرس في الاي هيروحوا مع بعض هيديني حاجه اسمها اليونيتي ماتريكس. فاليونيتي ماتريكس لما تضرب في اي ماتريكس هتفضل هي الماتريكس زي ما هي. فلما اليونيتي ماتريكس تضرب في اكس هيفضل اكس. يعني من الاخر الـ A inverse هتطير الـ A. فاحنا ضربناه ايه في الاول فلما اجي اضربها في الناحيه الثانيه لازم اضربها برضو ايه في الاول. يبقى الـ A inverse اتضربت هنا قبل الـ A يبقى نفس في الناحيه الثانيه في الرايت هاند سايد لازم برضو اعمل ملتيبيكيشن للـ A inverse قبل الـ B تبقى في الاول برضو. طيب عندي هنا في النهايه تبقى الاكس هتساوي A inverse في B. يعني أنا من الآخر هيبقى عندي السيستم أحطه في الفورم AX equal B أحسب الـ A inverse أضربه في الـ B matrix يبقى عندي الـ X هيبقى عندي الـ X matrix اللي هي تبقى قيم الـ variables اللي إحنا عايزين نحسبها. يعني دلوقتي أنا عندي أهو الـ equations دي 3X1 minus 6X2 زائد 7x3 equal 8 الى 7x1 plus 2x2 minus 5x3 equal 0
4x1 minus 8x2 plus 6x3 equal 4. هذه الايكويشنز بتاعتي هنحطها ايه في الفورم؟ ax equal b. ادي الـ A matrix، ادي الـ matrix الـ variables، وادي matrix الـ B او الـ right hand side. هنمسك الـ A matrix دي نحسب لها الـ inverse زي بقى ما عملنا من شوية. وبعد ما تحسبها زي ما قلنا اتأكد بيها من الكالكوليتر عشان بس ما تحسبش الـ A matrix غلط، الـ inverse matrix غلط وتكمل بيها بغلط. تشيك كده سريع بالكالكوليتر، الكالكوليتر هيحسبها في ثواني يعني، تبقى متأكد ان انت ايه شغال بالـ inverse صح. طيب دلوقتي معايا الـ inverse، ودي ده كده ايه، ده الـ B matrix. هضرب الـ A inverse الـ B matrix، يطلع لي في الآخر matrix فيها ايه، واحد واحد ونص واثنين. دي كده ايه، دي كده الماتريكس بتاعت الفاريبلز. يعني كده x1 هو بيساوي واحد، x2 هو بيساوي واحد ونص، x3 بيساوي اثنين. تمام، دي كده ايه طريقة الانفرس ماتريكس. اخر طريقه هنتكلم عنها النهارده هي طريقه ايه، الجاوسيان اليمينيشن. بتقول ايه جاوسيان اليمينيشن دي؟ دلوقتي انا عندي السيستم بتاعي هحطه برضو في الفورم ax equal b، هكون حاجه اسمها ايه الاوجمنتد ماتريكس اللي هو سميتها سي. ايه الاوجمنتد ماتريكس دي؟ هي ماتريكس هحط فيها ماتريكس ايه، بعد كده هعمل خط كده وهحط بعد كده فيها ايه البي ماتريكس اللي هو الماتريكس بتاع الرايت هاند سايد. بعد كده هنعمل شويه اوبريشنز على الماتريكس دي، هنوصلها لحاجه اسمها ايه، ايكلون فورم او ايتشلون فورم. تمام، ايه الاوبريشنز اللي انا ينفع اعملها على الماتريكس دي، او بنسميها الرو اوبريشن، نعملها ايه على الصفوف. اول حاجه انا ممكن ابدل ترتيب اي صفين مع بعض ومش هيغير اي حاجه فيها في الماتريكس. ليه؟ لان كده كده كل صف بيمثل ايكويشن. يعني احنا دلوقتي هنكتب هنعمل الماتريكس دي دلوقتي، كل صف فيها بيمثل ايكويشن، ايكويشن كامله بالرايت هاند سايد بتاعها. فلما احط الايكويشن دي الاول او الايكويشن دي الاول مش هتفرق. فدلوقتي انا يحق لي ان انا ابدل ترتيب الصفوف في الاوجمنتد ماتريكس دي. طيب ممكن اضرب اي صف في اي رقم ومش هيغير اي حاجه في الماتريكس، لان زي ما قلنا كل صف بيمثل ايكويشن، ايكويشن كامله بالرايت هاند سايد بتاعها. فلما ايكويشن مثلا اجي اضربها في اي رقم، اضربها في 5، اضربها في 7، اضربها في نص، اضربها في اي رقم، الايكويشن نفسها مش هتتغير. فدلوقتي انا اقدر اجي على اي صف اضربه في اي رقم. ممكن اجي اجمع صفوف على بعضها زي اللي كنا بنعمله في السيمبلكس، لما كنا عايزين نخلي فاريبل معين بيزك فاريبل، كنا بنضرب صف معين في رقم عشان نخليه الرقم بواحد، وفي باقي الصفوف بنعمل اوبريشنز معينه عشان نخلي باقي الارقام بزيروس. ايه هنا نفس الكلام بالظبط، هنضرب برضو في ارقام معينه، نعمل شويه الاوبريشنز عشان نخلي ارقام معينه بزيرو. يعني بالظبط ايه ان اللي احنا كنا بنعمله في سيمبلكس اكننا بنحط الايكويشنز بتاعتنا في ماتريكس وبنبدا نشتغل على الماتريكس دي. تمام، هنيجي نشوف اكزامبل دلوقتي على الجاوسيان. دلوقتي انا عندي السيستم اهو في الفورم، ادي الاي، ادي اكس، ادي اي اكس ايكوال بي. ايه الهدف عندي بقى في الجاوسيان؟ دلوقتي انا عندي ادي اهو المين دياجونال، انا عايز كل الاليمنتس اللي تحت المين دياجونال دول بزيروس اللي هم الثلاثه اليمنتس دول. انا التارجت بتاعي ان انا اخلي الثلاثه اليمنتس دول بزيرو. تمام، انا اول ستيب قلنا نعمل ايه، هنكون الاوجمنتد ماتريكس. ادي ماتريكس حطيت فيها الاي ماتريكس اهو، وادي عملت خط اهو، بعد كده حطيت ايه البي ماتريكس. تمام، دلوقتي اول حاجه هنعملها نمسك اول كولوم
ونخلي تاني element ده بزيرو، بعد كده نخلي تالت element ده بزيرو. فأنا عشان أخلي تاني element ده بزيرو، فأنا جاي هضرب الروت root 2 في 4 وأضرب رو 1 في 3 وأرجع أجمعه، واللي هيطلع معي هيبقى ده إن هحطه في root 2. فكده هنلاقي إن رو 1 ما تغيرش فيه أي حاجة زي ما هو بالظبط، رو 3 زي ما هو بالظبط ما تغيرش فيه أي حاجة. أنا دلوقتي ببدأ أغير في رو 2 عشان أخلي أول حاجة الإليمنت ده زيرو زي ما أنا كنت عايز. بعد كده إيه؟ نشوف الأوبريشنز دي هتعمل إيه في باقي الإليمنتس. هنلاقي دلوقتي ده بقى ماينس 10، ده 19، وده إيه؟ 77. تمام؟ دلوقتي كده خلينا أول إليمنت إحنا عايزينه ده بزيرو، عايزين نخلي دلوقتي إيه؟ الإليمنت ده كمان بزيرو. طب هنعملها إزاي؟ هنيجي على رو 3 أقوم إيه؟ هضربه في ماينس 4 وأرجع أجمعه إيه؟ على رو 1. تمام؟ رو 3 في ماينس 4 أجمعه إيه؟ على رو 1. فدلوقتي رو 1 ما غيرتش فيه أي حاجة، ورو 2 دلوقتي خلاص أنا مش بغير فيه أي حاجة. أجي على رو 3 ده خليته 0، ونلاقي باقي الإليمنتس بقت ده إيه؟ ده بقى 2 بعد ما عملت، بعد ما ضربت رو 3 في ماينس 4 ورجعت جمعته على رو 1، لقيت الاليمنت ده بقى 2 وده ماينس 11 وهنا ماينس 37. تمام؟ دلوقتي بقى انا فاضل لي ايه؟ فاضل لي انا اخلي الاليمنت ده كمان بزيرو عشان ادي ده المين دياجونال. انا محتاج اخلي الثلاثه اليمنت دول بزيرو، في اتنين منهم خلاص انا خليتهم بزيروز، يفضل الاليمنت دوت اللي هو 2 ده اخليه بزيرو. هقوم جاي اعمل ايه؟ هضرب رو 3 في 5 وارجع اجمعه على رو 2، بعد كده هيخليه ده بزيرو. طب سؤال هنا بقى، انا ليه ما جمعتش رو 3 على رو 1 على طول ومن غير ما اضرب في اي ارقام؟ يعني رو 3 على رو 1 هيخلي لي ده بزيرو وخلاص، ليه ما عملتش كده؟ ليه؟ ايه اللي خلاني استخدم رو 2؟ عشان الزيرو هيتغير. بالظبط كده، انا لو عملت كده هنلاقي ان الزيرو ده كده هتبقى 4. تمام؟ فانا مش عايز الزيرو ده يتغير، انا هستخدم رو 2 اللي انا اوريدي ده خلاص خليت الاليمنت ده فيه زيرو. هضرب قلنا هنضرب رو 3 كله 5 وارجع اجمعه ايه؟ على رو 2. رو 1 هنا برده انا ما غيرتش فيه اي حاجه، رو 2 نزل زي ما هو برده ما غيرتش فيه اي حاجه. بعد كده ايه؟ رو 3 ولا اتغير؟ الترم ده هيفضل زيرو، ان انا هضربه في، هضرب زيرو في رقم وهرجع اجمعه على زيرو فخلاص ده هيفضل زيرو. وده اللي خلاني استخدم رو 2 عشان الترم ده ما يتغيرش ويفضل زيرو. بعد كده هنلاقي هنا، هنا اللي كان فيها 2 بقت زيرو، والباقي ايه؟ لما اضرب رو 3 في ماين في 5 وبعد كده ارجع اجمعه على رو 2 هيبقى عندي هنا ده ماينس 36 وده ماينس 108. تمام؟ يعني احنا من الاخر هناخد اول element فوق هنا في البداية نخلي منه ايه؟ ال elements دي بزيروز، دول بقوم بزيرو هم واخد ال element ده خلي اللي تحتيه بزيرو. وصلت ان التلاتة element اللي تحت المين diagonal بزيروز. اخش لتالت step حاجة اسمها ايه؟ substitution. يعني ايه substitution؟ يعني هاجي على كل هاجي على الماتريكس دي وارجعها ايكويشنز تاني، يعني بس من ايه؟ همشيها كده من تحت لفوق. ادي هاجي على على الرو الاخراني دوت، هاجي على اكس 1 هلاقي الكوفيشنت بتاعها في زيرو فخلاص ما فيش اكس 1، هاجي على اكس 2 الكوفيشنت بتاعها انا خليته في زيرو فما فيش اكس 2، هيبقى عندي ماينس 36 في اكس 3 هيساوي ايه؟ ماينس 108. ادي ادي الايكويشن اهي، يطلع لي في النهايه ان اكس 3 ب 3. اقوم جاي بقى على الايكويشنز اللي فوقيها، هاجي على الايكويشن اللي فوقيها اهو، هاجي على اكس 1 الكوفيشنت بتاعه هي الايه؟ ب 0 وخلاص ما فيش اكس 1، هيبقى عندي ماينس 10 في اكس 2
زائد 19 في اكس 3 هيساوي ايه؟ 77. ادي هي تاني ايكويشن، ماينس 10 في اكس 2 زائد 19 في اكس 3 بيساوي 77. انا خلاص ايه في الايكويشن دي، انا اوريدي خلاص معايا الاكس 3 حسبتها طلع ب 3، هعوض عن الاكس 3 ب 3 هيطلع في النهايه الاكس 2 بماينس 2. نفس الكلام ايه على ايكويشن 1 دي كده، دي الايكويشن الوحيده اللي انا ما غيرتش فيها اي حاجه، تنزل زي ما هي 4x1 minus 2x2 plus x3 equal 15 اهي نزلت زي ما هي. بس انا دلوقتي معايا الـ x2 ومعايا الـ x3، اعوض بالـ x2 والـ x3 يطلع في 9x1 ب2 بس. ونوت بقى صغيره، انا دلوقتي لو عندي المين دياجونال، نرجع كده، لو المين دياجونال دوت كان فيه زيروز ابدا ابدل في الروز عشان اخلي المين دياجونال ده ما فيهوش زيرو، عشان اقدر استخدم اول اليمنت ان اخلي الاثنين اللي تحديدا بزيرو، واقدر استخدم ثاني اليمنت عشان اخلي الاليمنت دوت بزيرو، وبعد كده يفضل لي الاليمنت الاخراني دوت بقيمه عشان ابدا احسب منها الفاريبل ده، الفاريبل اللي في الكولم ده، تمام؟ فانا مش عايز المين دياجونال يبقى فيه زيروز. طب لو ظهر فيه زيروز نبدا نبدل في الروز، كده كده تبديل الروز مسموح ما فيهوش اي حاجه، انا كده ببدل ايكويشن، كتبت ايكويشن الثالثه الاول، بعد كده كتبت الايكويشن الثانيه، بعد كده كتبت الايكويشن الاولى، مش فارق اي حاجه، هنبدا نبدل في الروز عشان لحد ما اخلي المين دياجونال كله ارقام، ونبدا برضو نعمل الرو اوبريشنز عشان نخلي الاليمنتس اللي تحت المين دياجونال كلهم بزيروز، نبدا نعمل سبستيتيوشن نجيب ايه الفاريبلز. حد عنده اي سؤال؟ لا تمام خلاص تمام ماشي انا كده خلصت. السلام عليكم. عندي كام سؤال في الجزء اللي قبل ايوه كان عندي بس. طب كده كويس؟ كده تمام. اتفضل يقول كده احسن. كده تمام اتفضل. هو انا كان عندي بس كذا سؤال، يعني اول سؤال في الجزء بتاع لاجرانج، لو اليو او الاكس، يعني لو اليو طلعت نيجاتيف او الاكس والواي طلعوا مش في الحدود اللي هو قايلها، بكتب ان نو سوليوشن، بحسب بقى الاف ولا ما احسبهاش عشان قلت له ان مفيش حل؟ بصي انت كملي حلك للاخر واكتبي ان الحل ده ريفيوزد عشان مثلا في كونديشن مش متحقق. تمام. مفيش هو دلوقتي في سولوشن، بس السولوشن خارج بره الباوندريز، فاهم؟ تمام ماشي. مش ان هي ملهاش سولوشن. تمام. كان في برضو في اول محاضره كان في جزء اللي هو بتاع التشيك كونفكسيتي، لو في كونسترين ازاي يعمل على الكونسترين تشيك، يعني كان في هقول لحضرتك، كان في نوت في اخر المحاضره خالص الدكتور بتقول ان لو هنقول ان يعني لو هنقول ان السؤال كونفكس لازم نتاكد ان الاوبجكتيف والكونسترينز هما كمان كونفكس مش الاوبجكت بس، فازاي اعمل على الكونسترينز؟ ده انت بتتكلمين ان احنا نسيب مينيمم وماكسيمم. لا يعني مينيمم وماكسيمم انت ما بتعمليش تشيك اصلا، يعني احنا بنشتغل على طول عادي، اعملي لاجرانج اعملي سيمبلكس، ما كناش بنعمل قبلها تشيك الكونفكسيتي الا والطلب. يعني هو كان مطلوب قبل كده في الميد ترم بتاع الترم اللي فات تقريبا، وكان السؤال يعني الاوبجكت نفسها كونفكس بس الكونسترينز لو عملناها تبقى لا، يعني يكون يعني اللي عاملها اللي حالل عامل ان الايكواليتي هتبقى بنسويها بالصفر والانيكواليتي بنخليها اقل من الصفر، يعني لكننا هنشتغل لاجرانج عادي، ولكن دي فانكشن جديده وبيعمل لها كونفكس عادي تشيك.
طب انا مش متخيل السؤال، طب ممكن تبعتي لي السؤال انا ارد عليك؟ طيب ابعته دلوقتي. ابعتيه. ماشي دلوقتي، مش ابعتولي على تيمز.